السلام عليكم. في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل ذكروا بأن رجلا جاء للفضيل وقال له بأن فلانا يقع فيك، بيتكلم عليك كلام مش كويس. فقال له: والله لأغيظن من بعثه إلي. قيل: ومن بعثه إليك؟ قال: الشيطان. سيدنا فضيل عمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إنه ما عادش يشيل ويهبط في نفسه ويقول إزاي يتكلم عني أو يشتمني بصيغة زي كده، والله أنا لازم أروح واخد حقي منه. لا، بالعكس، ده هو دفع بالسيئة الحسنة، ودي من صفات أهل الجنة، لأن ربنا بيقول: ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، إنه ما بوظ المود اللي كان خارج به ليومه، ما ضايقش نفسه، ما قالش ازاي يتكلم عني واتعصب وبوظ المود اللي هو شاغل به نفسه طول الوقت او قاعد به مع اصحابه او اولاده. زي الموقف المشهور جدا اللي بيحصل ما بيننا، ان انت تبقى نازل رايح كافيتيريا او رايح مطعم انت والاولاد والزوجة، فعطلة مثلا زي يوم الجمعة او كده، والجرسون يكلمك بطريقة مش كويسة، او صاحب المكان يكلمك بطريقه مش كويسه، او انت راح تشتري حاجه من سوبر ماركت فالبياع يتكلم معاك بصيغه مش تمام، او العكس، لو انت البياع والزبون بيتكلم معاك بطريقه انت شايف ان هي فيها اهانه، او طريقه انت ما كنتش متوقعها او مش مستنيها من حد. سهل جدا ان انت تعصب نفسك وتبوظ اخلاقك وتبوظ يومك وتبوظ الخروجه بتاعتك، يعني انت تبقى دافع فلوس وطالع مفرغ لنفسك وقت معين ومجهز اولادك ومجهز زوجتك وتبوظ اليوم، وممكن تتعامل برضه مع الموقف ده بحكمه وتعديه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع السيده عائشه، فدخل يهودي وقال له: السلام عليكم. السام اللي هو الموت. فالسيده عائشه، الراجل لما قال السلام عليكم، قالت: وعليكم السام واللعنه. ورسول الله قال: وعليكم. فالسيدة عائشة استغربت جدا وقالت له: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال لها: سمعته. قالت له: يا رسول الله، هو يقول السلام عليكم. قال لها: ولكن انظري ماذا قلت أنا، قلت عليكم. هونا عليك يا عائشة، رفقا، يعني ما تضايقيش نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة الوعي، يعني أنا مش عارف أوصف النبي إزاي، يعني النبي أعلى وأرقى من الوصف الكلامي، ولكن إحنا لازم نتعلم منه. كل واحد فينا بيبقى صاحي من نومه على مود معين، رايح امتحان مهم في الجامعة أو في المدرسة، أو رايح يقدم على وظيفة معينة، أو نازل يقابل لحد في اجتماع مهم هيغير حياته، ما يعرضش نفسه لأي حاجة تضايقه، ولو حتى حاجة ضايقته يقول: أنا صاحي من النوم عشان خاطر إيه؟ لا، في هدف أسمى وهدف أعلى وهدف أرقى أنا طالع له النهاردة من بيتي. وإحنا برضو لازم نخلي بالنا من كلامنا، مش كل واحد يتكلم كلمة، أي كلمة تخطر في دماغك تروح لقدامك، لا، ما ينفعش كل كلمة تخطر ببالك تروح تقولها اللي قدامك، لا، لابد في حاجة اسمها الذوق، برستيج إسلامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كيس فطن. كيس يعني ما بيقولش غير الحاجة المفيدة، حتى الكيس سمناه كيس، يعني تحفظ فيه الأشياء وبذات إن هي تكون ثمينة. كانت أول كلمة كيس دي كانت الأول بتطلق على الكيس الذي به النقود، كيس من النقود أو سرة من النقود. كيس فطن، فطن يعني لبق وواعي وذكي، مش كل حاجة تأثر عليه ولا كل حاجة تضايقه، فاحنا لازم نخلي بالنا من كلامنا وبالذات ما نبقى مع بعض. فاللهم إنا نسألك سلوكا حسنا، وأن تطهر ألسنتنا، وأن ترزقنا من الأخلاق أحسنها، وأن تجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام عليكم.